معنا من دير البلح وسط قطاع غزة مراسلنا محمود عليان، ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. أبدأ معك محمود، ضعنا في الصورة آخر المستجدات، كيف بدت الأوضاع حتى هذه اللحظة مع استهداف مدرسة التابعين والتي كانت تؤوي النازحين؟ أكثر من 100 قتيل فلسطيني في هذه الغارة، الحصيلة غير مستقرة حتى اللحظة، لأن الدفاع المدني يقوم بعمليات البحث وهو يؤجل أيضا مؤتمرا صحفيا سيعلن من خلاله عن حصيلة ضحايا هذه الغارة إلى أن تنتهي جهودهم التي يواصلون من خلالها البحث عن ناجين أو انتشال أيضا أعداد من الضحايا نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بمرافق هذه المدرسة بعد استهدافها بثلاثة صواريخ ثقيلة، أدت إلى دمار كبير جدا وأدت إلى وقوع أعداد مضاعفة أيضا من الإصابات، حالات بعضهم كانت خطيرة للغاية. يقول مستشفى المعمداني أن هناك أعداد من الجرحى توفوا نتيجة التعامل معهم طبيا بسبب عدم وجود مستلزمات طبية عاجلة تصل إلى المستشفى الوحيد الذي يخدم مدينة غزة بعد انهيار المنظومة الصحية وتدمير الجيش الإسرائيلي لكبرى مستشفيات القطاع مستشفى الشفاء. المكان الذي لحق به الدمار يقع في حي الدرج. هذه المدرسة تعرضت مدارس أخرى بجوارها إلى غارات في الأيام الماضية وأدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين. مع رواية الجيش الإسرائيلي نلاحظ بأن الروايات الفلسطينية بدأت الآن، والمواقف حركة حماس اعتبرت أن هذه جريمة جديدة مروعة وتفند ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي، تقول بأنها لا تستخدم مثل هذه المرافق لأغراض عسكرية. الأسماء التي رشحت من بين الضحايا، هناك بعضهم أيضا يتقلد مناصب في بعض الوزارات مثل مدير أوقاف مدينة غزة، نائب رئيس بلدية بيت حانون، وبعض كذلك المحاضرين في الجامعة الإسلامية القريبة من حماس. كلهم ليس لهم خلفيات عسكرية، كلهم يتولون مناصب ربما يعني خدمية أكثر، وبالتالي حتى اللحظة لا وجود لأسماء عسكرية أو قيادية معروفة كما يقول الجيش الإسرائيلي كانت تتمركز في داخل هذه المدارس. النظر إلى الزاوية الأخرى، عدد الضحايا كبير جدا، وهذه أيضا ربما تضع جانب من علامات الاستفهام الكبيرة حول استخدام الجيش كل هذه القوة النارية باستهداف هذه المدرسة التي تأوي مئات النازحين الفلسطينيين، وتقريبا جميع من كان في هذه المدرسة إما قتل أو أصيب، وعدد قليل جدا فقط من نجا من هذه الغارة. الدفاع المدني الذي يواصل جهوده يطلق عشرات المناشدات الآن بأنه يواجه صعوبة بالغة جدا في الوصول إلى المفقودين والوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض بسبب أن إمكاناته محدودة، لا يستطيع التعامل مع مثل هذه الهجمات الكبيرة التي تؤدي إلى هذا الحجم من الدمار الكبير جدا. المواقف متتالية على الصعيد السياسي، هناك إدانة أيضا من حركة فتح لهذه المجزرة التي وقعت، وكذلك من حركة الجهاد الإسلامي، لكن لنلاحظ بأن هناك نقطة التقاء ما بين كل هذه المواقف السياسية هي تحميل المسؤولية أيضا للإدارة الأمريكية باعتبار كما يقولون أنها تزود إسرائيل بهذه القنابل من جهة، ثم تغض النظر عما يحصل في القطاع في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن لقاء مرتقب قد يدفع الأمور إلى التوصل إلى اتفاق، وما يحصل على الأرض يخالف كل هذه النشاطات. نعم، أنتقل إليك نضال كنعنة من القدس في رصد لردود الأفعال حتى هذه اللحظة في ظل أن اليوم هو يوم السبت في داخل إسرائيل. لكن نضال، برأيك هذه العملية أو هكذا استهداف لمدرسة تؤوي النازحين كيف ستنعكس على المفاوضات التي يبدو أن الجانب الأمريكي تفاءل بعودتها في 15 من هذا الشهر، لكننا نتحدث الآن عن استهداف لمدرسة تؤوي النازحين وعن قيادة لهذه المفاوضات بيد يحيى السنوار القائد السياسي والقائد العسكري للحركة؟
نعم عيسى، يعني أولا هنالك بعض الملاحظات. أولا لغاية الآن لا يوجد ردود إسرائيلية، وعلى الأغلب لن ترى ردود إسرائيلية حقيقية، يعني بعد بيان الجيش الإسرائيلي لا يوجد ما يقال في إسرائيل. وبالنسبة للسياسة في إسرائيل، هم يرون بأن ما جرى الليلة في قطاع غزة هو أمر عادي، هكذا بدأوا يتعاملون مع هذا الوضع في القطاع. عيسى، إذا لاحظنا في بداية الحرب عندما كانت تجري مجازر كالتي جرت اليوم، كان الجيش الإسرائيلي يتنصل من المسؤولية ويقول بأن هذا صاروخ أطلق من حركة حماس مثلا، وأنه أخطأ هدفه، كان يحاول الابتعاد وأن لا يربط نفسه بمثل هذه المجازر. اليوم نرى بأن الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا رسميا يتبنى فيه هذه الغارة، يتبنى فيه فعليا هذه المجزرة، ولا ينكر حتى بأنه كان على علم بأن هذه المدرسة هي مركز إيواء للمدنيين. هو يقول بأن الجيش استهدف مدرسة تشكل أو كانت مركز إيواء للمواطنين لأنه كان فيها بعض الناشطين من حركة حماس. الجيش الإسرائيلي بات يقولها صراحة، لم يعد يخفي بأنه يقوم بمثل هذه الاستهدافات. هذا التحول الكبير في موقف الجيش الإسرائيلي، يعني في البداية إذا كان الجيش يخجل من مثل هذه المجازر، لم يعد الأمر كذلك الآن. في بيان الجيش الإسرائيلي العنوان استهداف مدرسة، أو الجيش يستهدف مدرسة كانت تشكل مركز إيواء للمواطنين، هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي. وبالتالي حتى الساسة في إسرائيل على نفس الموقف. يعني اليوم كانت هنالك انتقادات أمريكية مثلا لموقف وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش، الذي عارض العودة للمفاوضات وقال أن المفاوضات فخ وأنه يريد الاستمرار في هذه الحرب إلى ما لا نهاية. وهذا ما انتقده الناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأمريكي. بالتالي الموقف الإسرائيلي هو لا يرى ما يجري في قطاع غزة، ولا يريد أن يرى ما يجري في قطاع غزة، يريد الاستمرار في هذه الحرب بأي ثمن. وهذا هو الثمن، هذا الثمن الذي يدفعه المواطن الغزي، نتيجة لأنه لا يوجد الآن أهداف يمكن للجيش الإسرائيلي فعليا على الأرض أن يقوم باستهدافها. ماذا سيفعل الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة؟ ما الذي يقوم به؟ يقوم بإخلاء منطقة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، كل مرة يقوم بتوجيه مليونين من سكان قطاع غزة إلى مكان آخر، يسميه مناطق آمنة، لكنه هو يعترف بأنها ليست آمنة وبأنه يقوم باستهدافات فيها. عندما حاول الجيش الإسرائيلي كما يقول اغتيال أحد القادة في حركة حماس، فإنه يطلق النيران، يطلق قنابل بوزن طن على هذه المراكز التي يلجأ إليها أو هو يهجر إليها المواطنين في قطاع غزة على أساس أنها مناطق آمنة، لكنه يقوم باستهدافها. واليوم يعني إذا نظرنا إلى بيان الجيش الإسرائيلي، هو يتحدث عن قتل بعض الناشطين في حركة حماس، لم يسمي هؤلاء، لم يقل أن هنالك هدفا عسكريا أو شخصية قيادية أراد استهدافها، مع أن حتى هذا لا يبرر استهداف مدرسة تؤوي المئات من العائلات من المدنيين في منتصف الليل في الفجر وقتل أكثر من 100 مواطن فلسطيني. رغم هذا، حتى هذا غير موجود، لم يذكره البيان للجيش الإسرائيلي، لم يذكر ما هو الهدف، سوى أن المدرسة استعملت كما يقول لتوجيه عمليات أو للتشاور. لا أفهم ما معنى توجيه عمليات أو قيادة عمليات من داخل مدرسة. يمكن لحركة حماس أن تقوم بهذا من داخل نفق، لماذا من داخل مدرسة؟ هذا غير مفهوم، والكثير من علامات الاستفهام. لكن كما كان في السابق أو على عكس ما كان في السابق، الجيش الإسرائيلي لا يتركنا لهذه الاستفهامات كما كنا نقول في السابق، بل يذكر وجهة نظره وبأنه بالنسبة له هذه العملية مبررة. لكن على العموم بالنسبة للمفاوضات، قلنا الآن بأن المفاوضات ربما الآن في الظروف الحالية بعد عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي ووضع نتنياهو الداخلي واستطلاعات الرأي المؤيدة لنتنياهو، قد تكون ربما محفزة لنتنياهو للذهاب إلى صفقة، لكن هذا غير أكيد. لغاية الآن ما يهم نتنياهو موقف سموتريتش وبن غفير، وهذان ما زالا يصران على الاستمرار في الحرب رغم كل ما يرونه في قطاع غزة، وربما بسبب ما يرونه في قطاع غزة ما زالوا مصرين على هذا. هم يخططون لإخلاء قطاع غزة، لتهجير كل سكان قطاع غزة، وهم لا يخفون ذلك، هم يديرون مؤتمرات حول الاستيطان في قطاع غزة،
ونتنياهو ما زال أسير ائتلافه الحكومي الذي يبقيه في الحكم. نعم، شكرا جزيلا لكما محرر الشؤون الإسرائيلية من القدس نضال كنعانة ومن دير البلح مراسلنا محمود عليان.